ليكوا شباب اولى اعدادي النهارده في فيديو جديد بنقدمه كريفيجن على الجرامر بتاع يونت 1 في الكتاب بتاعنا نيو هالو. طبعا انتوا عارفين ان نيو هالو بيبقى فيه اكتر من يونت. احنا درسنا مع بعض يونت 1 وخدنا منها التو جرامر ليسنز. لو احنا فاكرين كان اول جرامر ليسن اللي هو البوسيسيف ادجكتيفز، وطبعا شرحنا الفرق ما بين البوسيسيف ادجكتيفز والبوسيسيف بروناونز وكمان السبجكت بروناونز والاوبجكت بروناونز. كمان خدنا في الجزئيه الثانيه اللي هي كانت بتتكلم على البريزنت سمبل، وخدناه في الافيرماتيف فورم في شكل الاثبات والنيجاتيف فورم في شكل النفي، وكمان الكويستشن فورم سؤال الاستفهام سواء بالدبليو اتش كويستشن او بيس او نو كويستشن. كمان عملنا نوتس very important، ملاحظات مهمة جدا على الـ present simple زي مثل adverbs of frequency، وقلنا مع بعض هي الـ time expressions وهي في نفس الوقت الـ keywords. كمان قلنا النسب بتاعتهم مثلا always 100% لحد never 0%، وكمان اتكلمنا ان ممكن الـ word تيجي قبل المين verb لكن مش هتيجي طبعا قبل verb to be am or is or are. ده كده كان ملخص بسرعة لجرامر يونيت 1. هنبتدي دلوقتي حل، والفيديو ده مهم جدا علشان تعرف تركز معايا في كل جملة على ال present simple وال possessive adjectives. Are you ready؟ يلا نبتدي. بيكم مره تانيه، وهنبتدي دلوقتي حل جرامر اكسرسايز على الجزئيتين اللي احنا درسناهم قبل كده، البوسيسيف ادجكتيفز والبريزنت سمبل. هنبتدي زي ما انتم شايفين كده على البورد، انا عندي 8 سنتنسز. طبعا مش ده الاكسرسايز الوحيد اللي هناخده ان شاء الله في الفيديو النهارده، احنا عندنا اكتر من اكسرسايز، لكن هبتدي بالاول باكسرسايز تشوز. لازم شباب قول عددي تفهم معايا ان في اكسرسايز اللي تشوز اللي بيبقى موجود عندي في التست او موجود عندي في الامتحان بيبقى عباره عن جمله وبيبقى فيها 4 choices، 4 اختيارات، انا بختار منها طبعا the correct one، الاختيار الصح. طيب ال 8 sentences زي ما انتم شايفين هنتعامل مع كل جمله ونحاول نقول النوتس بتاعتنا على كل جمله علشان نفهم اكتر، واللي ما قدرش يحضرنا في الفيديوهات او في السيشنز اللي قبل كده او الحصص اللي قبل كده يقدر برضه يلم معانا، بحيث ان شاء الله الفيديو النهارده يحقق لك اهميه انك انت تخرج من اليونت دي وانت فاهم كل كلمه فيها. نمبر 1، mother bought a new mobile for son Ali. الأم هنا اشترت موبايل جديد، son يعني الابن. طبعا انت اكيد وانت بتقول لابنها صح ولا لا؟ تمام، تعال نشوف الـ choices علشان نختار ونقول اخترنا ليه. her their his our، وده طبعا في الجزئية الأولى من جرامر اليونت ده اللي اتكلمنا فيها على الـ possessive ايه؟ adjectives، واللي انتوا شايفينهم دول كلهم possessive adjectives، بس أنا هختار أنهي الصح. إذا كنت بقول إن الأم جابت موبايل جديد لابنها، ابنها خلي بالك يبقى أنا بتكلم على حاجة تخص شيء. شيء ده subject pronoun، ضمير فاعل، أنا عايز حاجة لصفة الملكية، عايز حاجة لصفة الملكية. فأنت لو أنت هتشوف mother يبقى لازم على طول تختار her، يبقى mother bought a new mobile for her son، الأم اشترت موبايل جديد لابنها. تمام؟ يبقى أنا هختار her. طيب أنا بعمل سيركل على الـ correct answer أو بكتبها في الـ space no problem، بس طبعا في الامتحان يفضل إن أنا أعمل عليها سيركل لأن هو هيقول لي سيركل في الـ choose، يعني أعمل دايرة في الاختيار. طيب دي كانت أول جملة أنا حبيت أساعدكم فيها. عايز بقى يا شباب بداية من sentence number 2 لحد sentence number 8 احنا هنقول الجملة، وحاول توقف الفيديو زي ما احنا اتفقنا قبل كده في اكسرسايز سابق، انك انت توقف الفيديو تدي فرصة لنفسك انك انت تختار الاجابة الصح وبالتالي تختار قبل ما انا اقول، وتشغل الفيديو بعد كده وتشوف الاجابة هتطلع ايه. نمبر 2، throw the ball to، ارمي الكرة to لمين؟ please من فضلك.
I am waiting. أنا مستني. يا ترى throw the ball to. ارمي الكرة لمين؟ To me, to my, to I, to mine. خلي بالك لما درسنا قبل كده الـ possessive adjectives والـ possessive pronouns قلنا إن في حاجة اسمها كمان الـ object pronouns اللي هي I مثلا تبقى me, he تبقى him, she تبقى her, it تبقى it. فأنا هنا بتكلم على إن أنت هترمي الكرة لمين؟ ليا, لأن أنا مستني. خلي بالك أنا عرفت إنك أنت هترمي الكرة لمين؟ ليا أنا, لأن هنا خلي بالك I am بتوضح إن الكرة دي هتترمي لمين. فأنا هنا هقول throw the ball to. إجابتك صح, to me. مظبوط, يبقى throw the ball to me please, I am waiting. وهنا شباب اختارنا me هنا على اساس ان هو an object pronoun. Object pronoun يا مستر, what does it mean؟ معناها ايه؟ ضمير مفعول, صح كده؟ تمام, ننقل يلا بينا على الجملة الثالثة. احمد called brother علي. واضح ان احمد ليه اخ صغير, بنقول ان هو سماه علي. خلي بالك هنا احمد واخوه, صح كده؟ انا بصيت على طول على احمد زي ما انا بصيت هنا على mother فوق واخترنا her عشان هي she, وبالتالي نفس الجملة احمد هو he, فسمى اخوه. اخوه يعني his. وليه اخترنا his؟ لانه ها possessive adjective. مظبوط, هنا احمد called his brother علي, ودي كانت الجمله الثالثه. Let's move to number 4. هنتجه مع بعض للجمله الرابعه. I like playing basketball. انا بحب لعب الباسكتبول. It's space favorite hobby. طبعا انا بحب لعب الباسكت بول لانه هو الهوايه المفضله. انا ما قلتش الهوايه المفضله بتاعت مين, لكن هعرف من الجمله اكيد. طب هنا مين اللي بيحب لعب الباسكت بول؟ تمام, I. very good. I اللي هو انا, فبالتالي لازم هتكلم على ان دي الفيفوريت هوبي بتاعتي انا علشان في I, وبالتالي I هتاخد my. my ده يا مستر we call it, بنسميه ايه بقى يا شباب؟ possessive adjective. possessive adjective. تمام, يلا بينا نتحرك على sentence number 5. عندي كده السنتنس بتقول Tarek and I visit grandmother every Monday. Tarek وأنا بنزور ها الجدة, بس أنا لسه أقول جدة مين؟ أوكي, every Monday كل يوم اثنين. طيب خلي بالك بقى يا شباب معايا, أنا عندي هنا طارق وهنا عندي I, يعني طارق و I يبقوا إيه في البروناونز؟ في السبجكت بروناونز بسميهم we بكل سهولة. أي حد and I أنا بسميهم we. My friend and I we. You and I we. علي and I we. منى and I we. كل الكلام ده أنا بسميه we. يبقى طارق and I visit, okay, grandmother every Monday. يبقى طارق وأنا اللي هو we بنزور بقى مين؟ جدتنا, لأن we الـ possessive adjective بتاعها إيه؟ مظبوط, كلامكم مظبوط. Our, طارق and I visit our grandmother every Monday. تمام, يلا بينا نتحرك على sentence number 6. نقراها برضو ونركز عشان نعرف نحل كويس. Open book. افتح كتاب. Please and read aloud. من فضلك واقرا بصوت عالي. واضح كده يا شباب ان انا بكلم حد قدامي, صح كده؟ فانا هقول open ايه بقى؟ open book. Please and read aloud. هنا open ايه؟ your. مظبوط, افتح كتابك. مظبوط, your. حد هيقول لي يا مستر طيب ثانيه واحده, انا هنا دلوقتي ما اقولش ليه open the book؟ مش معقول هقول افتح كتابهم؟
او الكتب بتاعتهم وقوا بصوت عالي. طبعا لا، وذم دي اوبجكت بوناون ما تنفعش. ويوز دي احنا خدنا الفرق ما بين بوسيسيف ادجكتيفز وبوسيسيف بوناون. دي بسميها بوسيسيف ايه بوناون، يعني نوت فولود باي ناون، ما ينفعش يجي وراها اسم. لكن الوحيده هنا يور اللي يجي وراها ايه الناون، ودي فعلا مع الجمله، لان انا بقول لك اوبن يور بوك بليز اند ريد الاود، افتح كتابك وكمان من فضلك اقرا بصوت عالي. Sentence number 7. All the students like teacher. كل الطلبة بتحب teacher، مدرس أو المدرسة. برافو. على فكرة أنت من قبل ما بصيت على الاختيارات قلت بيحبوا المدرس أو المدرسة بتاعتهم، ودي possessive adjective، لأن ادي زي ما أنا شايف أو noun، يبقى أنا محتاج إيه ال possessive adjective. يبقى هنا all the students اللي هم إحنا بنسميهم إيه they. جميل، هوقف أنا ثانية وأنت تقولي الإجابة على طول. يبقى all the students like، جميل، there، صح كده. فأنا هختار there اللي هي دي. تمام كده؟ نتحرك على آخر جملة في الاكسرسايز اللي تشوز ده. The boys are going to the cinema. الأولاد بيروحوا السينما. With mother. الأم. أكيد الولاد هيروحوا مع مين؟ تمام، مع مامتهم، مظبوط. فهنا the boys اللي هي برضو they، زي الجملة اللي فوق دي تشبه لها شوية، محتاج ان انا اقول بتروح مع مامتهم. مامتهم برضو possessive adjective اللي هو ايه there، لان his mother مع مامته هو، ودول اولاد كتير. our ده لو احنا، لكن هو بيقولك the boys دي they. وطبعا عندك your ده لو انت you بتاخد your mother او your father وبتروح بيهم السينما او هيوصلوك للسينما، لكن there هتيجي مع ايه the boys، عشان the boys هي they. ده كان البارت الاولاني في الاكسرسايز النهارده، اتمنى تكونوا فهمتوه. ما تروحوش في اي حته بعيد، عشان هناخد اكسرسايز تاني، هناخد فيه بارت تاني على الجرامر. يلا بينا. يلا تاني دلوقتي برضه تشوز، احنا برضه عندنا 8 سنتنسز، بس زي ما كان الاكسرسايز الاولاني على البوسيسيف ادجكتيفز، الاكسرسايز التاني هيبقى على البريزنت سمبل، علشان برضه نبقى بنكمل اليونيت كلها. نمبر 1، She always speaks to her work only. Go, went, going, goes. برضو خلي بالنا كده يا جماعة ان في البوزن سيمبل لما جينا اتكلمنا قلنا ان انا ممكن اخلي بالي من الكي ووردز. يعني انا عندي كي وورد زي always، صح كده؟ احنا قلنا always, usually, sometimes, often, never. كل الكلمات دي بسميها، كل الكلمات دي بسميها keywords للpresent simple. فبالتالي أنا لازم هشوف إن الشيء بتاخد verb في الpresent simple plus s or es or ies. ما عنديش غير الverb الوحيد اللي هو كلام goes. She always goes، علشان هي she الverb بياخد s or es or ies، وطبعاً present simple علشان خاطر الكيورد اللي قدامي. Number 2، when space you play with your computer. عايز اقول هنا انت امتى بتلعب بالكمبيوتر بتاعك او بتلعب جيمز على الكمبيوتر بتاعك. طبعا احنا اتفقنا ان كلنا بنشتغل في الدرس ده على البوزل سيمبل، وبالتالي شكل الجمله دي تمام، انا عرفتها من الكويشن مارك اللي هو الكويشن. وبالتالي انا عندي اداه الاستفهام الكويشن مارك اللي هي when، وزي ما اتفقنا ان انا لما بحب اعمل question بقول question word اول حاجه، تاني حاجه بدور على helping verb اللي هو من الاخر في present simple بيبقى ما بين do و does. وانا عندي هنا you، تفتكر هنا ان لو كان ال I او ال we او ال you او ال they هاخد helping verb اللي هو تمام do، هاخد helping verb اللي هو تمام do. يبقى when do you play with your computer. نتحرك مع بعض على الجملة التالتة. I don't space early on holidays. عايز اقول ان انا مش بعمل حاجة بدري في الاجازة، اصحى
او اي فيرب هيديني نفس المعنى. يا ترى جيت اب ولا جوت اب ولا جيت اب ولا جيتنج؟ خلي بالك معايا برضه، بما ان احنا بنسال على البريزنت سمبل فهو هنا مديني جمله بشكل النيجاتيف. لو ملاحظ معايا كانت الجمله الاولى افرمتيف بشكل الاثبات، الفيرب عادي بشكل البريزنت مع الاي وي يو ذي وداوت اس مع الهي والشي والات اس اي اس اي اس. في السنتنس الثانيه جابها لي بشكل كويستشن، تمام، عشان اتكلم في دو وداز. في الجزء الثالث او في الجمله الثالثه شباب جابها لي بقى بشكل نيجاتيف، اي دونت، واحنا اتفقنا ان دونت ودازنت بلس وات بلس انفينيتيف، فبالتالي اقول اي دونت، تمام جدا، فيري جود. اي دونت جيت اب يس اولي اون هوليديز، معناها ان انا مش بصحى بدري في ايام الاجازه. نمبر 4، دو يو listen to music؟ ما دي جايبها لي question بس هو عايز مني الانسر بقى، لما تبقى شرط انسر هعملها ازاي؟ Do you listen to music؟ هل بتسمع الموسيقى؟ فانا بقول yes I. yes I ايه بقى؟ ال question بيبتدي عندي do، فبالتالي انا محتاج اجاوب بدو، يبقى yes I did or do or does or done. تمام، do مظبوط، يبقى الانسر هتبقى do. Do you listen to music؟ ها؟ Yes I do. دي كانت sentence number 4. نتحرك على sentence number 5. The sun spares us heat and light. الشمس as the object pronoun خدناه في الدرس اللي فات اللي هو معناه احنا object pronoun، هي معناها الحرارة واللايت معناها الضوء، يبقى الشمس بتدينا الحراره والضوء. طيب هل الاختيارات بتاعتي gives, giving, is giving, and give؟ يا ترى هتختار معايا ايه؟ اولا الجمله دي شكلها fact، حقيقه، صح؟ والحقيقه في الانجلش facts never change، وده خدناه في اول فيديو خالص واحنا بنتكلم على الهيوز بتاع present importance. اتفقنا مع بعض ان الفاكتس نيفر تشينج، ودي فاكت، دي حقيقه ما نقدرش نغيرها، وبالتالي ذا سان دي صح. يا ترى البرونون بتاعها هيبقى ايه؟ ات، مظبوط، واحنا اتفقنا اي وي يو ذي مفيش اس مع الفيرب، وهي وشي وات لا في اس او اي اس او اي اي اس مع الفيرب، فبالتالي ذا سان اللي هي ات لازم ادور على الفيرب بالاس، لان ذا بريزنت سمبل فاكت نيفر تشينجز، صح؟ فانا هختار ذا سان، تمام، جيفز، ذا سان جيفز اس هيت اند لايت. سنتنس نمبر 6، طبعا شايفين شكل السنتنس؟ جايبها لي طبعا في شكل الكويشن، مظبوط، عرفت النيم لان عندي كويشن مارك. How long كام المدة؟ وخدنا دي معناها قبل كده. How long does it space to fly there؟ كام المدة اللي الرحلة دي أو السفرية دي بتستغرق؟ الرحلة دي قد إيه؟ الرحلة دي قد إيه بتاخد وقت؟ طيب لما أقول how long وأنا هنا جبت does اللي هو الهيلبنج فيرب، تمام؟ مع إيه طبعًا، فأنا محتاج هنا أحط يا ترى الفيرب with اس ولا without اس؟ هو ده سؤالي ليكم في الريفيجن دي، احط الفيرب باس ولا من غير اس؟ تمام، الفيرب هيبقى من غير اس، وده ببساطه او بسهوله علشان خاطر داز موجوده بالاس، وبالتالي اللي هيتحط هنا الانفينيتيف يعني الفعل في المصدر، يبقى هاو لونج داز ات تيك. تمام، اجابتك مظبوطه. نيجي بقى لسنتنس نمبر 7. An engineer اللي هو مهندس، new schools مدارس جديدة، مهندس بيبني مدارس جديدة، واعتقد ان اي مهندس بيبني مدارس جديدة او اماكن جديدة فالموضوع ده present simple، كان ودلوقتي وهيكون، شغال على طول، صح؟ طيب هنا بقى an engineer اللي هو ايه بقى؟ هي مظبوط،
يبقى انا طالما انا عندي هي وشي وات يبقى لازم ادور على ان الفيرب بتاعي يبقى بالاس اي اس اي اس. انما لو كان اي وي يو ذي طبعا الفيرب ما كنتش هختاره باس خالص، كنت هختاره بشكل الانفينيتيف فورم اللي هو المصدر. وبالتالي ان انجينير اللي هو هي تمام هياخد الفيرب باس، وهو طبعا فيرب builds اللي هو اخر واحد، صح كده؟ تمام. sentence number 8 اللي هي we all are welcome to it. احنا كلنا اكيد بنحب بلدنا، صح؟ تمام. خلي بالك معايا، انا عندي هنا we وبالتالي متفقين ان ال I, we, you, they الفيرب بتاعهم without s، فبالتالي هيبقى we ومعاها فيرب بس without s، واكيد واضح قدامنا اللي هو love. يبقى we all love our country. اي تشويس تاني مش هيبقى صح في الجمله دي. وده كان الاكسرسايز التاني اللي هو على التشوز للبوزن سيمبل. اتمنى تكون استفدت. والاكسرسايز ويل اند كوركت، وانا عندكم حوالي 12 سنتنسز، حوالي 12 جمله على البوزن سيمبل والبوسيسيف ادجكتيفز، علشان خاطر برضه ناكد على فكره الدرسين دول ونرجعهم بس بشكل بقى الكوركت مش بشكل التشوز اللي حصل في الاكسرسايز الاولاني والثاني. نمبر 1 all the players like his captain. خلي بالك معايا، واضح ان هنا طبعا his هو او هي الكلمه الغلط، ولان طبعا زي ما انتم شايفين كده على البورد كل الكلمات اللي هي اندرلاين تحتيها خطوط هي الكلمات الغلط، احنا المفروض ان احنا تكوركت ذم، ان احنا نصلحها. All the players like his captain. خلي بالك معايا ان his هنا غلط، انا بقى عايز اقول all the players يعني كل اللعيبه، تمام كده، كل اللاعبين. خلي بالك لايك بيحبوا الكابتن بتاعهم بالظبط، مش بتاعه بقى، بتاعهم. هيبقى هنا all the players like the، وذي خلي بالك من السبيلنج بتاعها، لان في ناس يا جماعه بتكتب السبيلنج بتاع ذي غلط، يعني في ناس ممكن تكتبها THERE زي كده مثلا. خلي بالك it's not accepted in English. The THERE او ساعات بيعكس الاي مع الاي، كل دي مستكس احنا بنشوفها وبنعرفها على طول. There like that. THEIR. Number 2 he often play football. واحنا اتفقنا في present simple ان often دي كي وورد زي usually زي always زي never. فانا بالتالي طالما هي السبجكت ده يبقى الفيرب بتاعه with s ولا without s؟ تمام with s. Plays خلي بالك هتفضل الواي زي ما هي plus s، لان هنا الواي after vowel keep y then add s. Sentence number 3 when does they work؟ طبعا جملة هم في حتة does. Where does they هل تاخد do ولا does في present؟ ها do. تمام يبقى الإجابة هي do مش does، لأن does بتيجي مع singular pronouns اللي هو he والshe والit. Number 4 he's me uncle. أنا عايز أقول إن ده عمي أو ده خالي، يبقى he's my uncle possessive adjective. هتبقى هي me just بس ال m، بس ال y هنغيرها بدل ال e يبقى he's my uncle. Number 5 this is Dina. It's okay. And his son. عايز اقول دي دينا وده ابنها مش ابنه طبعا، صح؟ ابنها هتبقى بدل his هتبقى her. جميل، عشان دي possession، عشان دي possessive adjective فانا لازم استخدم her بدل his، ولان her كمان refers to بتعود على دينا. Number 6 Sally bought a camera for his daughter. طبعا هنا بس هتحط خط تحت his عشان هي دي الغلط. سالي اشترت كاميرا لابنها، طبعا سالي دي بنت، اوكي؟ فبالتالي مش هينفع ان انا اقول او اسم فيميل مؤنث، فمش هينفع طبعا ان انا اقول ايه his، لكن هقول ايه طبعا her. تشبه الجمله او sentence number 5. Sentence number 7 I doesn't go shopping. خلي بالك
I be your day. هل هتاخد doesn't في البوزيتيف؟ Of course not. في النيجاتيف هتبقى don't. بدل doesn't هتبقى don't. مظبوط. والسبيلنج بتاعها كده. اوكي؟ Sentence number 8. Do your sister. Sentence number 8. Do your sister listen to music? هل اختك بتسمع للميوزك للموسيقى؟ Your sister دي طبعا اللي هي she صح؟ اوكي فبالتالي مش do لان هي she it's singular pronoun فبالتالي هتبقى does. اوكي تمام. Number 9 he never eat potatoes. واضحة he never eat potatoes طبعا he she it subject pronouns الفيرب بتاعها لازم with s even لو حتى موجود اي keyword من ال present simple زي always, never, usually, sometimes, often مفيش مشكلة خالص ال verb لو مع he and she and it plus s عادي زي ما احنا عارفين هتبقى طبعا eats. Number 10 they are his bags they are hers. تعال نفهم معنى الجملة عشان ممكن تبقى صعبة سنة. They are his bags معناها و they are طبعا دي اختصار ل all they are. They are his bags يعني دول بيكونوا الشنط بتاعته ولا بتاعتهم بقى؟ بتاعته صح كده؟ They are انا عايز اقول ان الشنط دي بتاعته بس المرة دي مش هقول bags بقى they are هغير بس his دي هو عاملها لي hers ايه الصح؟ يعني لما بقول دول الشنط بتاعته يبقى دول بتوعها مش هينفع. They are his bags. دول الشنط بتاعته وبالتالي اقول they are هم بتوعه وبتوعه بدل هيز طبعا هتبقى his. على فكره his من ضمن البونونز اللي هي بتبقى البوسيسيف adjectives زي البوسيسيف بونونز يعني هنا فورورد باي نون لكن هنا not followed by anything ما يجيش وراها اي حاجه فتبقى they are his يعني دي الشنط ايه بتاعته. Number 11 today is her's birthday. Today is her's birthday. طبعا خلي بالك ان النهارده بيكون عيد ميلادها. خلي بالك معايا hers ده possessive adjective ولا pronoun؟ pronoun لان possessive pronoun followed by nouns مظبوط يعني هو كده شكله غلط. المفروض يبقى هنا possessive ايه؟ adjective لان انا عايز اقول ان النهارده بيكون عيد ميلادها هي هتبقى طبعا هالة and her sister doesn't study English. هالة مش بيقول English. And her sister they. أنا بقول بتاخد doesn't want and I, we, you, they بياخدوا don't. He, she بياخدوا doesn't. فبالتالي جاب they don't. أكيد بتاخدي معايا الجرامر يونت 1 في اللي هو البوسيسيف أجز والبوزيسيف سيمبل. إن شاء الله أقابلكم فيديوز تانية. Thank you so much. See you next time.